أجمل حاجة إن الواحد يسكن قريب من البحر، ويا سلام بقى لما أكل حلوة تجمع الأصحاب والعيلة ونستمتع كلنا بالمنظر الجميل وحلاوة بلدنا اللي الناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تشوفها. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا شبكة وصنارة. النهاردة هعمل لكم ريزوتو بالرنجة، وهعمل جنبه كلماري مقرمش معاه مايونيز بالهريسة الحراقة، ومعاه خلطة جديدة هنعملها مع بعض. وأقول لحضراتكم دلوقتي المكونات، نبتدي بالريزوتو. عندي رز أبيض عادي، لتر شوربة، بصل، ثوم، رنجة، خل عنب أبيض، كريمة لباني، جبنة بارميجان. تاني حاجة الكلماري المقرمش. عندي دقيق، مايونيز، بقدونس وليمون، هريسة، عصير ليمون، زعتر ناشف، ليمون أو بشر ليمون، كلماري، فلفل أبيض، مية ورد، وثوم. نبتدي مع بعض نشتغل في أول أكل. أول حاجة نعملها لما نبتدي نفكر إن إحنا هنقلي، يبقى نحط زيت. وأفضل حاجة للقلي إن إحنا نحط زيت في طاسة غويطة علشان يبقى ديب فراي، يعني يبقى قلي غويط، بحيث إن إحنا إيه يبقى عندنا الفرصة إن كل حاجة هنقليها تاخد نفس السوا، تمام؟ فأنا حاطط الزيت علشان يسخن، وهقول لحضراتكم نعرف إزاي إن هو سخن، عشان ما ينفعش نحط الزيت أو نحط أي حاجة هنقليها في الزيت مش سخن، تمام؟ الموضوع سهل قوي. لو في يعني أفضل حاجة تعملوها لو عندكم بطاطسايه، حته بطاطسايه هتحطوها في الزيت. دلوقتي مفيش بطاطس معايا، فانا هستعمل حته من البقدونس ده، هنزلها كده طرفها، هبص كده اظن باين انا قصدي ايه، على طول شغاله وبتشرب، وبعدين خلاص هشيلها وارميها. طيب هحط لوح تقطيع جديد، وهاخد الكلماري السكويد، وهوريكم بقى طريقه حلوه قوي علشان ناس كتيره كانت بتسال ازاي نخلي الكلماري يبقى طري من غير ما يتعبنا ومن غير ما ينشف. هو ده قماع، تمام؟ اسمه كده. هدخل السكينه جوه كده بالراحه، هفتحها لحد الاخر كده، بقى عندي مفروده كده. هعمل الثلاث حتت اللي عندي بنفس الطريقه، وهقول لكم بقى على الفكره اللي بتخلي الكلماري يبقى طري. طبعا انا مستعمل لوح تقطيع تاني غير اللي احنا هنشتغل عليه بقيه الاكل، بالراحه خالص مفيش استعجال. كده فتحنا التلات قطع اللي عندي، وبعدين لما بنعمل كده كمان لما نفتحهم وحوريكم بقى دي العظم او البلاستيك اللي بيبقى جوه ظهر الكلماري. ساعات طبعا واحنا بننظف او انتوا بتنظفوا مش قادروا تطلعوها كلها، في حته صغيره فيها طلعها، دي زي العمود الفقري كده فيها. الطريقه بقى اللي بقول لحضراتكم عليها دي كده، ممكن ما نستعملهاش تاني، سكينه اكل. لو عملنا كده بسكينه حاميه هبوظ الدنيا، بس بعمل كده، انا مش بقطع خالص، انا باخدها من ناحيتين بنفس الشكل ده كده. ده اوريدي انا كده بدات اطري الكلماري، خلاص هو كده جاهز طري. هعمل بقى الثلاثه كلهم زي بعض كده. لو استعملت سكينه حاميه هقطعها، لو قطعتها يبقى كده خلاص مش هيبقى يعني صعب قوي ان انا اظبط مقاسهم كلهم قد بعض، فهيبقوا سواهم غير بعض، واحتمال واحده تجمد عن الثانيه، احتمال واحده تنزل في الزيت قبل الثانيه، فهتبقى مش كلها نفس السوا. يعني بعمل عليها زي شكل مثلثات كده، سمبوكسات كده. خلاص ده تمام. اول لما اخلص ده كده هجيب بقى بوله كبيره، انا لسه هخلي ايديا فيها الكلماري عشان لسه في حاجات هتتعمل تاني بالكلماري. هحط كل الدقيق اللي عندي هنا، وهحط الزعتر، نص الزعتر بس كفايه. عايز احط البقدونس، لو عندكم بقدونس ناشف برده كويس، بس يفضل يبقى بقدونس فريش. ليه بقى؟ ويبقى فيه شويه ميه علشان يمسك كل حاجه في بعضها. كل اللي هخلصه احطه على جنب. كل الفلفل الابيض ده يتحط، وبعدين هحط بقى بقيه الحاجات اللي عندي اللي هم هخلطهم الاول بشوكه كده سريعا مع بعض، واحط شويه ملح عشان ايدي فيها بس كلماري، احط شويه ملح كويسين كده،
واخلط بقى كل حاجه مع بعض، واحط الليمون والكاليماري زي ما هو، واقلبهم مع بعض كده بالراحه عشان مفيش حاجه تطير. وعلشان بقى ايه عايزين تزودوا طعم الليمون ممكن تحطوا بشر ليمون، ده اختياري على فكره. الليمون ده هيتاكل طعمه حلو جدا، بس هو بقى ايه نفتكر واحنا بنحمر الكالماري نخليه اخر حاجه عشان ده ما بياخدش حوالي 30 ثانيه وبيبقى استوى. ليمون مقرمش، هسيب دول كده جنبي لحد بقى ايه ما انضف الدنيا دي. كده عرفنا الطريقه بتاعه الكالماري نخليه يبقى ازاي تندر، او نخليه ازاي طري ما يبقاش ما ينشفش مننا. نشف ايديا، قبل ما نشف ايديا اخد بقيه الدقيق اللي هنا ده كده. وكده الزيت ريحته بدات تطلع، معنى كده ان هو خلاص جاهز. افتكروا بقى واحنا بنحمر اي حاجه مفيش داعي ان احنا نملى الطاسه اللي بنحمر فيها او الحله اللي بنحمر فيها، عشان لما الحاجه بتقرب من بعض ما بتبتديش تتحمر كويس، بغير ان كمان درجه حراره الزيت بتقل، فما يبقاش التحمير بالقدره اللي احنا عايزينها. اشوف بقى حاجه كده امسك بيها زي دي، علشان انا مش عايز كل الدقيق ده في الهواء بقى. خلي بالكم في البيت مش هيبقى فيه مشكله الدقيق اللي بيطير ده، احنا هنا علشان بس الهواء فبيطير الدقيق. اول لما هيبتدي يستوي هيلف. طبعا انا عايز الحق بسرعه احط كل الكالاماري، او يعني الكام واحده التلات وحدات اللي عندي. بنتكلم في وقت قليل قوي على ما يستوي، ما بياخدش وقت خالص. عايزين نفتكر الكالاماري والجمبري من الحاجات اللي احنا مش عايزين نسيبها كتير في النار، علشان سيبانها كتير في النار بيبتدي يخليها تنشف، تعمل زي الكاوتش، تبقى عامله زي الرابر، فاحنا مش عايزين نعمل كده. خلي ده هنا كده علشان هاخد لسه منه الايه بقيه الليمون علشان احمره. دقيقتين ونص ثلاثة مش اكتر من كده. لو عندكم روس كاليماري هتعملوها افتكروا حطوا روس الكاليماري الاول انها بتاخد وقت، وبعد كده ابتدي اجهز المايونيز. اجهز المايونيز اللي بالهريسه بان انا هعمل فص توم، او فص واحد كفايه، فص واحد توم ههرسه خالص، واحط عليه شويه ملح كده علشان انا عايز اعمله معجون. وعيني على الكالماري علشان ما يحصلش اي حاجه. ريحته بدات تطلع، حلاوه بقى المايونيز بالهريسه ده والخلطه الجديده اللي انا حاططها فيه ميه ورد، حاجه قد مثلا ربع معلقه ميه ورد على طول بقى هنا كده. ادي الثوم، عصير ليمونه كبيره، هاخد شويه من الهريسه مش كلها، معلقه واحده. الهريسه دي مش الهريسه الحلوه دي، الهريسه الحراقه، في هريسه تانية عامله زي البسبوسه كده. هقلب كل ده مع بعض كده لحد ما ايه يفك سنه من بعضه. طبعا كميه الليمون والكميات دي كلها ترجع لحضراتكم، الكميه اللي حضراتكم عايزين تحطوها هي اللي تبقى مناسبه، بس بالنسبه لكميه المايونيز دي يكفيها قوي الايه عصير ليمونه كبير. ازود بقى شويه ايه بشر ليمون عشان يدي طعم اكتر. برضو هرجع واقول تاني، بشر الليمون والليمون والحاجات اللي هي اللاذعه دي بالذات لازم تبقى على مزاج كل واحد، يعني كل الكميات على المزاج. حاجه بسيطه كده مش عايز ازود اكتر من كده عشان حاطط ليمون. وسع بقى كده، خلي دول دلوقتي فاضل على الكالاماري حاجات بسيطه جدا جدا جدا. طيب هجيب طبق احط فيه المايونيز، خليه كده ناحيه دي عشان تبقوا حضراتكم شايفين. طبق على شكل سمكه، يعني في سمكه اسمها انجل فيش فيها الشكل ده، فيها من الشكل ده شويه. خليك هنا كده عشان لسه هنكمل. ميه الورد بقى، بس قبل ميه الورد
هنشيل الحتة دي. وشيل الحتة دي كمان. طبعا الحاجات دي كلها جديدة علينا ان احنا نحط مية ورد مع شطة. بس الموضوع لما هتجربوه هتلاقوا الريحة. طبعا مش هحط كل الكمية دي، انا هحط يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هحط نقط، حاجة بسيطة قوي. وبعدين هاخد بقى معلقة كده بالزيت بتاع الشطة دي، دي معلقة كبيرة شوية، هاخد معلقة كده واحطها هنا واخلي بقى شكلها عامل كده مع ايه المية دي كده. خلاص تمام، خليها بقى جنبينا هنا كده، نشيل بس الحاجات اللي ملهاش لازمة كده. انا طالع على الكلماري خلاص اخد اللون الذهبي. جاهز بقى ورق مناديل، ورق مناديل، ورق مطبخ، ورق جرايد، كله بيشتغل. بس طبعا ايه، قبل ما اطلع الكلماري هحط الليمون، كانوا ثلاثة، عشان الليمون ده هناكله فاكيد لازم اخليه يطلع معانا. في واحدة اهي، على ما اطلع الكلماري كده اهو، حتى صوت القرمشة فيه واضح. لو بنعمل الكلماري ده في طاسة اوسع من كده واخد راحته ممكن يلف، يعني تلاقيه بقى عامل زي الرول كده يتبرم زي دي كده. غالبا دي اول واحدة نزلت، دي اتبرمت اهي. انا بحاول امسكه كده لحد لما يطلع كل الايه، ينزل يصفي كل الزيت اللي جواه. المفروض ان هو يطلع كده مبروم، عشان الطاسه دي صغيره بس شويه، لان مع الجو الهواء اللي عندنا بتبقى العمليه ايه صعبه ان الزيت يسخن بسرعه. فالمفروض ان هو يلف كله كده. وادي الليمون، تقدروا تسيبوا الليمون ده ان هو يتقرمش اكتر من كده، بس انا هخليه كده عشان يبقى شكل ايه الوان واحده. كده الليمون نقسمه قسمة كده، ممكن نشيل ده من هنا خلاص كده، نشيل ده من هنا. جميل جدا. هستنى بقى لحد لما الكلماري يبرد شوية واطلع فاصل وارجع لحضراتكم اريكم نقطعه ازاي بأنه شكل ونحطه في الطبق ونكمل بقية الطبخة اللي بعدها. رجعت لكم بعد الفاصل، والكلماري المقرمش المفروض ان هو كده خلاص برد، نقدر نقطعه علشان نحطه في الطبق. جهز له بقى الطبق، انا مجهز طبق كده هنا، ده مش هنعمل فيه حاجه، نحطه على الجنب ده كده، ده يتاكل. واللي هنا ده لو عايز حد بقى حب يعصر شويه على الكلماري يبقى ايه بالهنا والشفا. سكينة بقى حامية هنقطعه كده بالايه، بالمقاسات اللي حضراتكم تفضلوها على حسب بقى العزومة قد ايه او على حسب كم الناس اللي هتاكل. سامعين طبعا الصوت وهو بيتقطع، واضح ان هو فعلا مقرمش كده. بقى يترص بالطريقة اللي ايه على مزاجكم. وادي الحبة، هو المفروض ما يترصش يعني، المفروض على طول كده، بس احنا ايه عايزين نعمله فوق بعض. يفضل نستعمل سكينه حاميه، علشان لو استعملنا سكينه وقعدنا رايحين جايين في الكلماري هيطلع كل الدقيق المقرمش اللي بره ده كده. جميل قوي. بقيه القرمشه دي مش هنسيبها، سلام بقى لو عندي شويه ايه بقدونس اخضر ولا حاجه خفيف كده بس بالشكل ده. يبقى خلي دول كده الكلماري المقرمش مع المايونيز بالهريسه جنب بعض، على ما ابتدي اجهز الايه الريزوتو بالرنجه. على فكره الريزوتو اكله سهله وسلسه، تقدروا ان انتوا تنقوا ايه اللي انتوا محتاجين تحطوه فيها، يعني مش محتاجين تحطوا بس رنجه، او مش لازم تحطوا بس رنجه، ممكن تحطوا رنجه، ممكن تحطوا
انشوجه، ممكن تحطوا تونه، ممكن تحطوا اي كالاماري، اي حاجه، اي نوع، اي نوع يجي على ايه على مزاجكم. جمبري، استاكوزا، كابوريا، الريزوتو، من الحاجات السهله اللي ما بتبقاش فيها تعقيد، يعني ممكن تمشي مع اي حاجه. انا غيرت السكينه علشان البصل، هاخد نص بصله، هولع النار بقى علشان ايه ابتدي اجهز الريزوتو. الريزوتو كل يعني القصه بتاعته اللي يعني اللي بتاخد شويه تركيز، ان احنا بس ايه نفضل باصين احنا بنقلب قد ايه، ان هو بيحتاج تقليب كتير. دي بس كل قصه الايه الريزوتو، غير كده ما هواش في اي مشكله. بصل صغير دلوقتي بقى عندنا خل عنب ابيض، فده كمان بيساعد جامد جدا، بيدي طعم حلو قوي لكل الاكلات اللي هي جايه لنا من اوروبا. الاول ما كناش بنقدر نستعمل اي نوع من انواع غير نوع واحد من انواع الخل، دلوقتي بقى الموضوع متاح جدا. خل عنب ابيض ما فيهوش اي كحول، ما فيهوش اي حاجه، فبيبقى طعمه تحفه. مادام بقى ابتديت افرم البصل كده، اجهز الطاسه. يفضل عاده نطبخ الريزوتو في طاسه من الطاسات الووك اللي هي بايد، واللي تبقى ليها سطح كده عشان لما اقلب ما يطرش حاجه بره. زيت زيتون شغال، زيت نباتي شغال، هي الطاسه دي بس ساعات ايه بيبقى مزاجها تميل كده، فهسندها عشان ما بقاش قلقان. حط حوالي معلقه كبيره زيت زيتون، تمسك نفسها شويه هوا بقى، وايه ممكن تغير رايها. توم، فصين توم. خل عنب الابيض ده اختياري، ممكن تستغنوا عنه، مفيش فيه اي اجبار، بس لما تجربوا هتعرفوا ان الطعم اتغير تماما، بالذات الناس اللي متعوده تطبخ بانواع خل تانية هتعرف ان الفرق مش كبير خالص، بالعكس الموضوع كله ان اي يعني ده كلام، ده دراسه يعني مش كلام، مش اجتهاد. اي حاجه فيها كحول، كحوله بيطير تمام، فاللي بيفضل الطعم. فكل الشيفات الكبار في الدنيا كلها بطلوا يستعملوا الحاجات دي خلاص، بقينا بقوا بيستعملوا الخل العنب الابيض اللي ما فيهوش اي حاجه كده. يبقى احنا بعدنا عن اي مشاكل من ناحيه الكحول، فخلاص احنا بنستعمل ده وبيطلع طعمه زي بالظبط. في كمان دلوقتي موجود في مصر العنب الاحمر، نفس القصه بالظبط. اول لما البصل يبتدي ياخد بس يطرى، هاته قلب كده، هو بقى الريزوتو وطولة البال. طبعا عايز افكر حضراتكم تاني لو كان محدش اتفرج قبل كده او اللي مش عارف، الريزوتو ما هواش رز معجن. الريزوتو ده نوع اكل ايطالي لازم يبقى معجن سايح في بعضه كده. احنا بنعمل ايه، انا بسويه بالشوربه، بفضل طول الوقت اديله في شوربه، اديله في شوربه، ويفضل حتى لما بيتقدم في الاخر خالص بحط عليه كريمه اللباني، بحط عليه جبنه بارميجان علشان يفضل معجن. فباكد على حضراتكم تاني، ما هواش رز معجن، هو رز او نوع من انواع الرز اسمه ريزوتو. مشروط في الاكل ان هو يكون معجن، لو طلع ناشف ما يبقاش اسمه ريزوتو، خلاص يبقى اسمه رز عادي. انا بستعمل عاده الرز المصري العادي، ما بستعملش اي حاجه يعني ما بستعملش الريزوتو. ريزوتو ساعات كتير قوي ما نقدرش نوصل له، وممكن يبقى سعره اكتر من الرز العادي، فانا بجيب الرز العادي بيعمل نفس القصه بالظبط ونفس الطعم بالظبط، بس بنقعه في الميه لمده ساعه قبل ما اشتغل، زي ما حضرتك شايف كده نقعه في ميه تمام. اول حاجه بيسهل وقت السوا بتاعه، وبيكبر حجم الحبايه كمان، طبعا مش تكبر حجمها الطبيعي، والريزوتو الرزايه الثانيه حجمها اكبر. دلوقتي انا هاخد ما يعادل كوبايه، حتى لو جت بالميه اللي فيها مش هتضايقني خالص، يعني لو كده ممكن اصفي ميه. الكوبايه دي المفروض تاكل فرد واحد. الرنجه، عشان الرنجه دي مستويه انا هسيبها للاخر خالص، في اخر حطه شوربه هقطع الرنجه حتت صغيره واحطها تبتدي ايه تشتغل. الرنجه دي جاهزه يعني مدخنه، طبعا ممكن تتاكل لوحدها كده زي الفل. افتكروا بقى
في انواع من الرنجه ممكن تيجي حادقه وانواع تيجي دلعه، دي دلعه فمش هننسى الملح. هجيب بقى مضرب علشان الامور تبقى اسهل. هي دي بقى قصه الريزوتو، نفضل طول الوقت نقلب فيه، تنشف الميه او تخف الميه. انا زي ما حضراتكم واخدين بالكم كده بطلع الريزوتو على حرف الطاسه علشان انشف الميه منه بسرعه. وبعدين ما تخافوش خالص من الريزوتو ده، اخر حاجه ممكن تحصل للرز ايه؟ انه يعجن. طب انا هعجنه كده كده فمش فارقه. خلاص. طبعا لا يعني ممكن تخافوا من حاجه انكم تسيبوه يتحرق. طبعا ده موضوع تاني. شوربه بقى، شوربه سمك، شوربه خضار، شوربه لحمه، الشوربه اللي موجوده هتنفع. يا سلام لو دافيه كمان هتساعد جامد قوي في السوى، دي دافيه سنه. هزود بقى بالمعقول، مش هزود كتير. يعني ايه بالمعقول؟ يعني باللي يغطي الرز. كده بياخد معايا عادة لو بنعمل حلة كبيرة بنتكلم في 20 دقيقة، لو بعمل حبة زي دول هنقول 10-15 دقيقة. كده أهم حاجة بس أعدل الطاسة مظبوط كده علشان تبقى كل حاجة واصلة، النار واصلة لكل حتة. طبعا لما هتطبخوا في البيت هتلاقوا ان الموضوع اسهل من الطبيخ على الكهرباء، لان الغاز انا واحد من الناس شخصيا بفضل اطبخ جدا بالغاز، بالنار اللي هي الفليم العاديه بالنسبه لي انا. بس طبعا انا عشان دلوقتي في حته مفتوحه فما اقدرش استعمل الغاز العادي، لان النار بتاخد مع الهواء عمرها ما هتساوي حاجه الا اذا كانت بقى حواليها حاجه مقفله عليها. بصوا بقى حضراتكم بدات الرزايه تكبر ازاي، بدأت تستوي وبدأت ريحتها تطلع. طبعا انا الوحيد غالبا اللي شامل ده. دلوقتي بقى ايه؟ معاد خل العنب الابيض، مش هحط كتير، حبه صغيرين. هزود اخر حبه شوربه، حاجه بسيطه جدا، وابعد عنها. خل العنب ده بقى بيدي طعم، سنه مزازه صغيره مع طعم العنب، ولما بقى ايه ينشف كل الكلام ده مع بعضه. دلوقتي في الوقت ده لو حضراتكم شايفين على حسب بقى انتوا بتحبوا الريزوتو القوام بتاعه عامل ازاي، كده يتاكل كده. في ناس بتحبه خفيف، في ناس بتحب تاكل حاجه. يعني انا واحد من الناس مثلا لما باكل شوربه ما ينفعش اكل شوربه من غير ما احط فيها رز، فده بالنسبه لي تمام. بس عشان نبقى ماشيين بالمظبوط لسه لازم اعمل دي كده ما يرجعش، فانا هفضل اقلب لحد لما اوصل للقوام اللي هو المظبوط بتاعه. وبعد كده في الاخر خالص هضيف الايه؟ الكريمه اللباني والجبنه البارميجان. دلوقتي كميه الرنجه اللي تناسبكم، انا شايف ان ده ياكل فردين فانا هحط كميه بايدينا كده هنفتفتها فيها. خلي بالكم دي مش مملحه فلازم نفتكر ندوق. حاسبي كده شويه، دي مستويه فمفيش منها قلق خالص. هقلبها بقى ايه مع بعض كده بالراحه. عايزين تزودوا ممكن نزود، كل ده في ايدينا. ريحه خل العنب فيه تجنن. هاخد حته كمان كبيره كده وانا بقلب، هي هتفتفت لوحدها. انا شخصيا ريقي بدا يجري كده. فاضل لنا اقل من 10-15 ثانيه ونعمل كده ما يرجعش، يبقى احنا كده الريزوتو القوام اللي احنا مظبوطين، او يعني ياخد وقت على ما يرجع. دلوقتي بقى اقدر اشيل الكلام ده من على النار، او ممكن اشيله اطفي النار عليه كده وافضل اقلب. السخونيه بتاعت الطاسه هتكمل اللي احنا عايزينه تاني اهو، يرجع بالراحه كده، يبقى احنا ماشيين مظبوط. كريمه اللباني الكميه اللي حضراتكم تفضلوها، ده نص كوبايه كده، حلو جدا. اروق بقى الدنيا قدامي كده علشان ايه؟ اعرف اجيب المبشره وابتدي احط الايه؟ الجبنه بارميجان. يا سلام.
كمان شويه لحد لما احنا في المرحله دلوقتي اللي احنا ممكن نطلع الاكل فيه في اي وقت، زي ما قلت الحركه قبل كده، نوصل للمظبوط. ده لسه ما وصلش للاصل بتاعه، عايزين نطلعه دلوقتي مفيش مشكله. انا هحط له بقى الجبنه البارميجان، اي جبنه تنفع، كميه الجبنه برضو اللي انتوا عايزينها، مش ريسيبي او مش طبخه او مش مكونات مفروضه عليكم، تقدروا ايه تحطوا الكميه اللي انتوا تحبوها كده. خلاص طبعا حضراتكم سامعين الكلاب اللي موجوده، في ناس كتير قوي في الفيلا اللي حوالينا، اغلب الناس اللي عايشه في المنطقه هنا كلها مربيه كلاب عشان جنسيات مختلفه. فايه شوفوا حضراتكم، ما هواش رز معجن، ده ريزوتو لسه ما وصلش للقوام اللي انا عايزه، انا هوصله للقوام المظبوط والباقي بقى ايه، او يعني الاكل بعد كده لحضراتكم. كده نقدر نقول ان احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. انا مجهز طبق هنا، اتاكد بس ان ايديا نظيفه. وناس كتيره برضو بتربي قطط، يعني الغريب ان بتلاقي ناس مربيين كلاب ومربيين قطط في نفس الوقت. كده القوام وصل للي احنا عايزينه مظبوط، هنقلها كده الناحيه دي عشان حضراتكم تبقوا شايفين. برضو لو عايزين تزودوا كريمه لباني او جبنه بارميجان بعد ما الطبق يخلص، ده راجع لحضراتكم. كده كميه على قد الطبق بالظبط كده. لو ما لقيناش الريزوتو، الريزوتو عاده بتبقى رزايه طولها اطول، يعني الحبايه نفسها بتبقى اطول من الرز العادي، بس احنا اللي بنعمله الحركه اللي احنا بنعملها وان احنا بنخلي الرز يقعد في ميه، هو ده اللي بيخليه يطرى معانا ويكبر حاجه. كده يبقى احنا عملنا النهارده ريزوتو بالرنجة، عملنا ريزوتو بالرنجة وعملت كالماري مقرمش ومعاه مايونيز بالهريسة الحراقة. ألف هنا وشيفة، وأشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.